كل الشباب يقولوا العاد كله خلاص خلاص استهلكناه استهلكناه جدا. دعية صحبة عطنا عشان نسمع الشباب يمكن ما يعرفون. دعية دعية تهز ضروع صدر العاشق الولهان ودع فيه من صدق الحزن ما لا ينسيني ونادي فلان اقرا الرسايل طالبك يا فلان ولي في شف غرامك ويش سوى في شرايني وعرف انك قريت اللي كتبته في بعض الاحيان تشوف الواردات ولا ترد ولا تحاكيني ونادينا فلان اقرا الرسايل طالبك يا فلان ولي في شف غرامك ويش سوى في شراييني عليك ارسل مراسل الغرام بلهفات الاحزان وتوقل ردي اذبح طاري الفرقة ويحييني وداعية تهز ضلوع صدر العاشق والهان وداعم فيه من صدق الحزن ما لا ينسيني أنا ماني سفيه وما قفي ما يقبل السفهان ويقبل كل شخص يفرد ضلوعي فمان الله هاك آخر قصيدة ما لها عنوان ولكن طالبك لك فيت عني لا تخليني كله إله إلا الله حنا بعطيها أبو أنا شرح ختامية شو بالقصيدة اللي أعطانيها هذه القصيدة هذي روها أبو الشيد لا أنا أعطيتك دقيقة عطاها إعلان عطاها إعلان إيه الله يهديك وين القصيدة أنا حط لك إياها بالداعية كاهي الله يهديك ما تشوفني وقفت أنا هذه يدخل ما حمل فيني يلا ها هات البيت الأول روح أسمع أنت عالم ما دريت أحسبها جويع والله العظيم ما تطول والله لكن أنت اللي ضغطت الله عطاها إعلان وجبت إعلان بموت من الحزن ومن الفرق ومن جفا الخلان بالله لكني لو بموت أهوان ولا طرد المقفني فمان الله أول جرح دامي وولا الخلان فمان الله أول من سكن من بيني وبيني داعية تهز ضلوع صدر العاشق الولهان وداع فيه من صدق الحزن ما لا ينسيني فمن الله وعيون السهر في داعة الرحمن فمن الله يا أول من سكن من بيني وبيني شوفكم إن شاء الله بعد حلقات اللايف والتوفيق للشباب جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته